باليوم عندنا الشباب الله يحييهم. الله يكثر خيرك يا ابو مهاب. بس معلش والله ما حكيت مو بحكاكم ذا، بس تبون مفلطح انتم وشغل ذا. بكره ان شاء الله الظهر نجيك. لا وخلاص هذه خلاص. بكره الظهر نفس الموعد. لا 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 بكره نكون اصير مشغول بكره. لا لان اليوم تدري تلزمت على حاشي. ايه. صار وقت ما في ضيق وذا فقلنا. ما ودنا نرقد احنا اصلا ما نبي نرقد. بس لزم علينا ما ادري ليش. اوه وصلت الرقاد. لزم علينا بصراحه. لا لا دام ادعوا فيها رقاد اجل شرك اللي تعشى بس ويمسح يمشي. حتى الفوتور ده بيجيب فول هنا لا تتعب روحك بس يلا بقى. حتى الدمدومه مشاركه. ان شاء الله خير. بسم الله عليك لا يولد هو بسم لا يولد تلبس ابو يا نقاب طيب متنين ترك المويه اللي تجي وشريها مريدي بسباريول كبيره تدفق على مخك وعلى جسمك وعلى هدومك ثالث شيء يروح حق حماد ويدفق على مياهها ليه حماد بكل شيء فيه هو ثالثا فهمت تلبس زي انا تلبس الحرمه عرفت وتفقش وتفقش يلا شنو اسوي حكم ولاده وراح مطبخ اسوي حكم ولاده وجالس حكم ولاده انا كيف جالس انت يجلس كيف يا احكم عليك الليبي صارت قصه دي مبسوطه وتروح حق حماد تخليه يوديك المستشفى ويقول لهم انك على وشك الولاده واللي وتقول لهم وان فيك توأم اخلص الاحكام يا بعد عمري انه يكون طيب انت يتمشى بالخيمه وكنا بيولد يدور طيب هم إيه ولد الحين ابو دويش ابو دويش في ولد ما طلع لا طلع بس بقى ثاني يا حبيبي احنا نلعب اصبر اصبر الله يجزيك اصبر الاسبوع الجاي يجي ان شاء الله الجمعه الطيبه تجيك ان شاء الله اسمع يدور في الخيمة لمدة دقيقتين وين تروح انت؟ يلا اخلص خذ لك مخدة خذ لك ثين اخلص يلا لا يلعب الرجال هذا يلا عارف احكي اضرب وجهك يا ابو القبوعي خليني اقوم امش وجهي محمد علي هو وين راح محمد علي هرب لحن بيلبس بيولد وش السالفة الحين من اللي ولد ومن اللي ما ولد ومن صحيح نشتو يا شباب قم دوري فزعزع النوري تعال اجل لا تفزع تعال قل لهم يا شباب تعال شوف وش حطوا علي يا اي تكفى تكفى يا بعد عمري بالكاش لا هروب هروب الزجران زجران اهدى منهم وين بروح الزجران اهدى منكم والله فيك يا ابن المكيف ازعاج يا ابو المكيف اضطريت وفيكم بل عريت لا لا هروب 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 شوف الزجران شايفين الرومانسية والهدوء عند زجران فرق ابو دويش والنوري هدوء بهدوء والله العظيم انا هادي بعد شفتي هادي والله انك هادي صراحه رومانسي اقسم بالله هذولاك انهم فجروا الفندق بالازعاج لا 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 سجل خلاص ما عاد
بالله عن زجران. ها سامعين شفتوا؟ هذه بس واحدة تطلع بالليل وخلاص واحدة. بس خل مستخبي مستخبي. ما في شعرني واجهه وقلت بجاوبكم على هالسؤال. السؤال هذا يجيني يوميا. كيف تعرفت على الشباب؟ الشباب الله يسلمكم. كنت أتواصل مع مرتضى وتوعدني إذا جاء للرياض إن نلتقي، وجاء للرياض والتقينا وصارت رفقة زي ما أنتم شايفين. هذه القصة هما فيها يعني بس. حياكم. قعدت بالسيب برا أكلم لأن الشيخ زجران داخل بث. داخل بث تكتوك. هلا اخوي الكبير. وين هو؟ تمام انا. ونعم والله حياك. حياك هلا والله. هلا والله وغلا يا هلا فيك والله ومرحبا. والله مساكم الله بالخير ويا هلا والله فيكم وسهلا وحياكم. الان متواجدين في معرض العطور. ما شاء الله زحمة طبيعية ما شاء الله. الشيخ ابو دويش طبعا متواجد. مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم. خيوط الزعفران. خيوط الزعفران خصم 50%. ارحبوا نردورك يا حبيبي. الله يسلمك. اليوم بيضيتك بسرعه كذا. طبعا التفاصيل تحصلونها بسناب مرتضى. يبي يعرف الزعفران اصلي. اللي يبغى زعفران يسوي عليه خصم 50%. طبعا نقيل. وجميع التفاصيل بسناب مرتضى. حياكم. شخصية بالشماغ. علمك هذا ما بعد نكشاف. والله. هذا بدون كوي. أوه لا 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 لا. لو إني كوي. لا رأي لا تكوي بس خلك على هالوزنية. ما أكشخ بعدك يا مرتضى. ما شاء الله عليك ما شاء الله ما شاء الله. لا والله كاش خلاص لا عاد تلبس الا شماغ. ذلتوني ذل. لا عاد تلبس الا شماغ لا عاد تلبس كبوع. ما تعرف تلبس، أنت ما تعرف ترسم، أنت بس كله حاط الكف فوق راسك. خلاص الحين بنام بشماغي مرة واحدة عشان بس أرد عليك. تعجبني. السلام عليكم. حياكم حياكم. انتم عبين المرتبة اللي ورا. يا ابو يا ابو معاذ. حياك شلونك؟ حياك النور يا الله يسلمك. اهلا وسهلا. حياك الله. حياك الله يا هلا والله مرح. حياك الله. ارقوني. طيب ليش بحطي زجران بالوسط؟ بحط بالوسط وحط لك افلام كرتونية بعد. عقوبة. زجران خليك الباب انت. هذا ما يصلح المرتبه تبي تعدمها انت. والله ام شغله فيلم كرتون جدك عاد. ايوه والله. ها اي والله دكه. ايش تقول ابو دويش؟ دكه بس انت ماكن يا باب العميد. يا هلا والله يا مرحبا. حياك. ها؟ كيف؟ ما في شيء. اصبر هو الكرتون. انا والله ما ترسك بلا والله. وانت اي شيء تشوف على الطاوله تروح تاكله. يا عادي بعد انا وياك في غرفه. اي جايبها لي انا. اي قل لي اذا شيء خاص بك حط جدعه كذا. يعني لازم اوزيه ولا اخبيه منه ولا منه ولا اسويه بكذا. لا تزعجني واحد او ثاني. ايه جبنا واحد. طيب ما يخالف كل نص خلي لي نص. طيب ان شاء الله هذا اجيب لك. يا بعد قلانة يا قلانة لي سك زجران. وش سويت؟ لا اسمعني اللي جبت هذا تلبسه بس حطه هذا اللي بقى. لا تحط
شو مقعدك هنا الحين؟ لا جيب العقال ان شاء الله ولا في العصر يشوف. لا 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 ها؟ لا تخرب. وذا وين هو اللي نوري؟ اي نوري جايك جايك ترى ما تنام حق نوم؟ ها؟ ليش نوم؟ خلاص هذا ما تعشين ولا كان شيء جبت لنا جواه هنا كلتوا فلافل انت مريض وانا قد برا شيل نهاش نهاش يصبر علي يجي هنا صوره ويسبح هذا ابو مهاد شوفوه ابو مهاد جوالك الناس هنا لا والله ما في نوم يا محمد علي طلاع ما في نوم لا خليك شوف ترى انت في عندك حكم نفذته اللي هو يا منك بتولد ما نفذت الولاده ابو مريم مين كان ما بنسالف ليه أبن وشلون الولاده ما نفذ ابو مؤاد تبي يالد هو اي حط شنطه في بطنه أيوه. بس ما قام يوين اوف لا لا محمد أيوه. محمد لازم تون وعليك حكم يا محمد علي ترى ما بعدل كذا دقيقه محمد انت ولد لا ما ونيت انا ما سمعتك لا والله لا 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 اللي ما سمعني وين وقلنا لك اسبق وجهك بشيك مان سويت كذا وكذا بس ما ينفع